في حياة الأمم مشاهد وذكريات نقتبس من علومها وأنوارها قيما تعيدنا نحو مشهد الركب الحضاري. لهذا كان غراس. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله ورمضان كريم، وتقبل الله منا صيامنا وقيامنا وتقبل منا جميع طاعاتنا. عندما أطلق الروس قمرهم الصناعي الأول اهتزت الأوساط التربوية في أمريكا، وكان السؤال الكبير هو كيف استطاع الروس أن يسبقونا في مضمار الفضاء؟ وبعد الدراسات المتخصصة والمستفيضة والمتكاثرة جاء الجواب: لقد أخفقت المدرسة الأمريكية في تعليم تلامذتها القراءة الجيدة. لقد أخفقت المدرسة الأمريكية في تعليم تلامذتها القراءة الجيدة. وضعوا خطوطا كثيرة وعريضة تحت القراءة الجيدة. ورفع المسؤولون عن التربية شعارا يؤكد أن من حق أي طفل أن تهيئ له جميع الفرص كي يكون قارئاً جيداً. من هنا لقد أدركت الشعوب الواعية أن من أسباب نهضتها وتقدمها وعمرانها وازدهارها وعلوها وعلو مكانتها بين الأمم، ومن وسائل تقدمها إعادة الاهتمام بالجانب العلمي، ولا سيما بعد خروجها من الأزمات. كلما خرجت هذه الأمة أو أي أمة من الأمم، كلما أرادت أن تخرج من أزمة، فإنها أول ما توجه إليه الأنظار هي القضية العلمية وتفعيل الدور العلمي من أجل إحياء النهضة من جديد. لذلك أول الاهتمامات تتجه نحو التعلم والتعليم. ومن دون تعلم أو تعليم لا يمكن لأي أمة أن تنهض من جديد. يقول الدكتور الطيب الوزاني: ولم يكن لمجتمع حاجة لشيء أقوى من حاجته للعلم والتعليم، وإن الحضارات لم تظهر في التاريخ إلا يوم أن أصبح الإنسان قادراً على اكتساب العلوم والمعارف والاستفادة منها في نفع نفسه وفي نفع غيره، ولم تتطور إلا بتطور العلوم، ولم تتدهور إلا بتوقف العلوم. فالحضارة متوقفة، وهذه عبارة جميلة حقيقة، فالحضارة متوقفة على العلم وجودا وعدما، أي كلما وجد العلم فإن هناك حضارة راقية، وكلما فقد العلم فإن هناك حضارة متدهورة أو حضارة متلاشية أو حضارة لا ترى لنفسها نورا ولا وجودا على أرض الواقع. من هنا هذه اليابان بعد أن خسرت الحرب العالمية الثانية، القائد الأعلى لها حرك الأوساط العلمية. القائد الأعلى لليابان رجع إلى مدارس التعليم وقال: منها هنا أعيد بناء اليابان، من المدارس نعيد بناء اليابان، أي من غرس العلم في نفوس الناشئة في نفوس الأجيال نعيد العلم والحركة العلمية من جديد، ونعيد الازدهار الأممي والازدهار الحضاري والازدهار العمراني والازدهار الدولي من لحظة أن نركز أنظارنا على العلم. من هذه اللحظة ننشئ اللحظات الجميلة والدقائق الجميلة والأيام السعيدة. اليوم الغرس سيكون عن شريان الحياة ألا وهو العلم. وبلا شك، ولنكن على قائمة من الصراحة، أننا نعاني اليوم من انتكاسة علمية واضحة وعلى كل المستويات، سواء تبدأ هذه الانتكاسة من رياض الأطفال وحتى بعض الشهادات العليا.
نحن نعاني من انتكاسة علمية، ولا أتكلم عن بلد ولا عن منطقة ولا عن مدينة، إنما أتكلم عن مجموع الأمة. نحن نعاني من انتكاسة حضارية وانتكاسة علمية، ينبغي أن نعيد قراراتنا وأن نعيد أنظارنا كي ننهض من جديد. لذلك الله عز وجل يقول: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذه الآية هي من الآيات التي تؤسس لحضارة راقية. وقل رب زدني علما، هذا الدعاء الذي وجه إليه ربنا تبارك وتعالى هو دعاء عظيم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: وكفى بهذا شرفا للعلم، يعني كفى بالعلم أن يعطى الشرف وأن يعطى المزية وأن يعطى المكانة، أن الله قد أمر نبيه أن يسأله المزيد من العلم، وقل رب زدني علما. وربما أحيانا إذا فتحنا باب العلم وباب الكلام عن العلم لرأينا أن هناك كما هائلا من فضل العلم وفضل العلماء ومكانة العلم ومكانة العلماء، لكن اليوم أريد أن أركز النظر نحو قضية تلامس واقعنا وتلامس وجودنا وتلامس اهتماماتنا. لذلك العلم أيسر طريق للحصول على الرفعة. إذا أردت أن يرفع الله قدرك فعليك بالعلم، وإذا أردت أن يرفع الله منزلتك فعليك بالعلم، وإذا أردت أن يحيي الله ذكرك بين الخلائق فعليك بالعلم، مع استحضار النية الصالحة الطيبة أولا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى قال البعض من لطائف هذه الآية أن كل درجة كما بين السماء والأرض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول أبو العالية: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدي، يعني سيدنا أبو العالية يأخذ بيده سيدنا ابن عباس، قال: فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامز بي قريش ففطن لهم ابن عباس، يعني يتكلمون فيما بيناتهم، فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. هذا العلم يعطيك رفعة، هذا العلم يعطيك مكانة، هذا العلم يعطيك منزلة رفيعة وقدرا عاليا وشرفا واسعا كبيرا. لهذا يقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله: كفى بالعلم فضيلة، كفى بالعلم فضيلة. إذا أردت أن تعد فضائل العلم ومنازل العلم ودرجات العلم فكفى به فضيلة أن يدعيه من ليس فيه. اللي ما عنده علم يدعي العلم، وهذا كفى بالعلم شرفا وفضيلة أن يدعيه من ليس فيه. ويفرح إذا نسب إليه، يفرح اللي ما عنده علم تقول هذا عنده علم، يفرح بهذا الأمر. وكفى بالجهل شينا عفوا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. وعن رجل قال: أكلت مع الرشيد رحمه الله طعاما يوما من الأيام، فصب على يدي رجل، جاء بالماء وصب على يدي بعد أن انتهى وفرغ من طعامه، قال: صب علي رجل على يدي رجل لا أعرفه. فقال هارون: يا أبا معاوية، تدري من يصب عليك؟ تدري من الذي يصب عليك هذا الأمر؟ قلت: لا. قال: أنا، يعني سيدنا هارون الرشيد، قال: أنا. قلت: أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، إجلالا لأهل العلم. العلم رفعة، العلم منزلة عظيمة، العلم مكانة وقدر عظيم وقدر عالي. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كان مجلس الحسن بن علي بن العباس الملقب نظام الملك عامرا بالفقهاء. وانظر إلى الحياة، حياة الحركة العلمية التي تشهدها الحضارة الراقية، الحضارة العالية. يقول: كان مجلس نظام الملك عامرا بالفقهاء وأئمة المسلمين وأهل التدين، حتى كانوا يشغلونه عن مهمات الدولة، أحيانا يشغلون عن المهمات الإدارية، المهمات التي ينبغي لمسؤول الدولة أن يقوم بها. فقال له بعض كتابه: هذه الطائفة من العلماء قد بسطتهم في مجلسك، يعني أعطيتهم مجال وأعطيتهم فسحة وسعة، حتى شغلوك عن مصالح الرعية ليلا ونهارا، يعني أعطيت مجال لهؤلاء العلماء، لما تعطي هذا المجال؟ قال: فإن تقدمت أن لا يوصل أحد منهم إلا بإذن، يعني إذا أتغيد ما نوصل أحد لمجلسهم إلا بإذنك، وإذا وصل جلس بحيث لا يضيق عليك مجلسك. فقال: هذه الطائفة، نظام الملك يجيب،
عن أهل العلم، عن الحركة العلمية الراقية التي ترفع صاحبها وتنفع صاحبها وترفع وتدفع عنه الكروب. قال: هذه الطائفة هم أركان الإسلام، وهم جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلست كل منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك. هؤلاء يعلمون منزلة العلماء، وهؤلاء يعلمون قدر الرفعة التي توهب للعلماء والتي يتحلى ويتجمل ويكتسبها أهل العلم. قال المعافى النهرواني: وحكى لي بعض بني الفرات عن رجل منهم أو من غيرهم أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد عليهما السلام، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبها، فقيل له: أفي هذه الحال؟ يعني أنت على فراش الموت وتريد صحيفة وقلم وتكتب وتستمر في الحركة العلمية؟ فقيل له: أفي هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى يموت. ولهذا قالوا: طلب العلم من الولادة، أو هذه المحبرة التي هي دلالة على العلم، هذه المحبرة من الولادة إلى المقبرة. ومرة أخرى يعود ابن الجوزي رحمه الله يقول: وإني أخبر عن حالي، أتكلم لكم عن نفسي، يقول ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، واعظ بغداد وشيخ بغداد، يقول: ما أشبع من مطالعة الكتب، يعني ما أشبع من العلم، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأنما وقعت عيني على كنز، ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد. يا سلام، 6000 مجلد! ولو قلت، هذا سيدنا الإمام الجوزي يقول، ولو قلت إني طالعت 20000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. وهذا هو الجمال، يعني 20000 مجلد يقول وأنا بعد في الطلب، أنا لازلت أطلب العلم ولازلت أغرس في نفسي وفي نفوس الآخرين طلب العلم. لهذا حالة تتكرر مع هؤلاء العظام الذين لا يتركون العلم في كل حال، في حلهم وترحالهم، في سعادتهم وفي شقائهم، في مرضهم وفي صحتهم، في كل حال يطلبون العلم، لأنهم يعلمون أن العلم رفعة، وأن العلم تقدم، وأن العلم منزلة راقية عظيمة. يقول يونس بن عبد الله القاضي: قال سمعت يحيى الفزاري يقول: هذا كان أوان طلبي للعلم، إذ قوي فهمي واستحكمت إرادتي، فقلت له: فعلمنا الطريق، دلنا على الطريق. قال: لعلنا ندرك ذاك بوصاتك، يعني بهذه الوصية في استقبال أعمارنا. قال: نعم، كنت آخذ من كل علم طرفاً، كل مسألة أحصل منها طرف، فإن سماع الإنسان قوماً يتحدثون وهو لا يدري ما يقولون مغمة عظيمة، يعني هذا غم عظيم وهم عظيم أن يسمع الإنسان قوماً يتحدثون وهو لا يدري بما يتحدثون، لأنه قد تقاعد وتكاسل وتقاعس عن طلب العلم، أو كلاماً قال هذا معناه. قال ابن حزم: ولقد صدق رحمه الله، يعني صدق يحيى الفزاري رحمه الله الذي قال: إن سماع الإنسان قوما يتكلمون وهو لا يدري ما يتحدثون، هذه مغمة عظيمة على الإنسان. لهذا ربنا جل جلاله يبرهن لنا هذه القضية ويعطي لنا وجه المقارنة وصفحة المقارنة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا الاستواء هل نتقبله أم عدم الاستواء هو الذي يركز نفسه؟ دعونا نستطلع كيف يؤثر العلم على النفس البشرية، فابقوا معنا. أهلا بكم أحبتي، ونلتقي بكم مجددا، ورمضان كريم عليكم. يقول أينشتاين: العلم هو إدراك رائع للحقائق. من الجميل أن يساهم العلم في أن يفهم إنسان نفسه، وأن يجعل بصيرته
إلى الداخل وليس إلى الخارج. يساهم العلم في فهم أنفسنا، ويساهم العلم أيضا إلى حل المشكلات المجتمعية التي ممكن أن تواجهنا في حياتنا اليومية. العلم مو بس شهادة، العلم هو أن تفهم نفسك أكثر وبصورة أعلى. يساهم العلم بهذه الطريقة من يكون غاية لا وسيلة، ومن يكون خدمة مجتمعية لا خدمة فردية. ولذلك عندما تتخذ العلم أسلوب حياة في حياتك، راح يساهم أن يغير من نظرتك لنفسك ومن طريقة خدمتك إلى نفسك وإلى مجتمعك. لذلك فإن أول خطوة للعلم هو أن يساهم في أن تجد النور بداخلك، ويساهم أيضا إلى ترتيب أفكارك ومشاعرك وإدارة مشاعرك وسلوكياتك. ولذلك ما هو هدف العلم؟ الهدف الحقيقي للعلم من المنظور النفسي هو أن يساعدك على فهم نفسك وحل مشكلاتك والتكيف مع الظروف الصعبة التي أنت تمر بها. ولذلك يعتبر العلم غاية وليس وسيلة، وأن يكون ليس فقط هو تحصيل الشهادة فمن أجلها تحصل الوظيفة. النقطة الأساسية عندما تساهم على تطوير قدراتك ومهاراتك، فإن جميع الوظائف والإمكانيات والفرص سوف تأتي إليك. ولذلك يقول الدكتور عبد الكريم بكار من خلال رؤيته لمجتمعه أنه في بعض الشركات أثناء فترة التدريب تقوم الشركات بتوظيف الطلاب لما يجدون فيهم من مهارات وقدرات. ولذلك العلم يجعل منك أقوى لا أضعف. ما هي قيمة العلم داخل أنفسنا؟ الأول يبني ثقتك بذاتك، ولذلك فإن العلم يعزز ثقتك بنفسك، فعندما تمتلك المهارة يلجأ الناس إليك، وعندما تفقد المهارة والعلم لن يأتي أحد إليك. فالنقطة الأساسية اللي أنت لازم تعرفها أنه امتلاكك للعلم يعني امتلاكك لقوة ذاتية تساهم بأن أنت تكون فعال داخل أسرتك وداخل مجتمعك. الأمر الثاني اللي حقق النوع العلم هو الاستقلالية. تساعدنا الاستقلالية على اتخاذ القرار وعلى الإيمان بأنفسه. ولذلك الإنسان عندما لا يكون يمتلك أي علم أو أي مهارة لن يستطيع أن يتخذ قرار، ولن يستطيع أن يحقق الأهداف، لأنه لا يمتلك فهم لعلمه ذاتيا ولا مهاراتيا. والأمر الآخر يساعدنا العلم على التكيف مع الواقع من خلال فهم وتفسير العالم من حولنا، وكذلك التكيف مع الصعوبات والضغوطات التي ممكن أن تواجهنا. كيف ننمي التعلم والعلم في ذواتنا؟ الأول حب القراءة. من الضروري أن نعلم أن القراءة هي مفتاح العلم، ولذلك يقول الدكتور عبد الكريم بكار من المهم أن نجعل حب القراءة عند الأطفال كالأكل والشرب واللعب، بمعنى أن نجعلها بصورة مستمرة. والفرق بين الإنسان الحي والإنسان الميت هو الإنسان الذي يقرأ أو لا يقرأ. الأمر الثاني لتنمية التعليم الذاتي والعلم الذاتي في حياتنا، كن فضوليا. ولذلك عندما سألوا أينشتاين كيف حصلت على هذا العلم، قال على أرض من الفضول. وفي دراسة لجامعة هارفورد للأعمال أن الموظفين الذين يمتلكون الفضول هم أكثر إنجاز بنسبة 30% من الموظفين الذين لا يمتلكونها، وهم أقل بالقلق والتوتر من غيرهم من الموظفين. أيضا من الأشياء التي يمكن أن تساعدنا في تعلم العلم وتنميته في ذواتنا هو أن تمتلك مهارات عصرية، وأهمها التركيز، المسؤولية، الانضباط، التواصل الفعال. كل هذه مهارات تجعل استقبالك للعلم أسرع وأقوى. والأمر الآخر وضع أهداف واضحة ومحددة لماذا تريد أن تتعلم. الأمر الآخر
هو التواجد في بيئة تساهم على تنمية النقد والسؤال وعدم كبت الفضول والأشياء التي قد تكون مهمة في حياتنا. ولذلك فإن قيمة العلم تزداد بحياتنا بمدى حبنا لهذه القيمة. حياكم الله مرة أخرى أحبتي المشاهدين الكرام، وحياك الله سيد مصطفى. أهلا وسهلا وسعيد بلقائكم مرة ثانية. غرس العلم، طبعا اليوم الحلقة بصراحة تحتاج إلى دقائق وساعات أكيد. لكن نحن حقيقة حاولنا أن نلملم شتات الموضوع ونجمع ونركز على نقاط مهمة. خليني أسألك سيد مصطفى قضية كلش مهمة. نحن كيف نغرس يعني في شخصية أسرنا وأفرادنا وذرياتنا العلم؟ طيب طبعا هذا السؤال في غاية الأهمية. خلينا ننطلق مفهوم ذكرته وهو كلش مهم. اللي هو مفهوم الشخصية. اليوم الشخصية تتكون من جانبين، الجانب الأول هو الجانب الفطري اللي أنت جيت بالموروث مالك أو ما وهبه الله لك من الحياة. الجانب الثاني هو الجانب المكتسب اللي أنت تكتسبه من خلال البيئة. من هذا المفهومين تتكون الشخصية. المفهوم المكتسب هو جدا مهم، اللي هو الأفكار والمشاعر والسلوكيات اللي أنت أخذتها من البيئة مالتك. على ماذا ترتكز هاي الشخصية؟ ترتكز على ثلاث جوانب مهمة. الأول وهو يدخل بينه جانب العلم هو الجانب الفكري والعقلي، بمعنى أنه أنت اليوم الأمور المكتسبة اللي تأخذها من الحياة سواء كان من البيئة مالتك، مثلا تنمية مفهوم الملاحظة، تنمية مفهوم السؤال، تنمية مفهوم النقد البناء، تنمية مفهوم الإبداع، كل هذه ترتكن بالجانب العقلي والفكري. جميل. الجانب الآخر هو الجانب النفسي. عندما تمتلك مفهوم علمي يساعدك على بناء مفاهيم النقد والملاحظة والإبداع، راح يحقق لك على الجانب النفسي مفهوم التوازن. زين. وبالتالي ساعدنا على مفهوم القيم اللي هو الجانب الثالث، هو الجانب القيمي اللي راح يساهمنا على تطبيق هاي القيم على المستوى الذاتي وعلى المستوى المجتمعي من خلال تحمل المسؤولية والانضباط وغيرهم الأمور. جميل. أستاذ مصطفى خلينا يعني بنفس هذا المحور. الآن الشخصية لما غرست فيها بالضبط هذه القضايا، شلون تتحول فعلا كشخصية علمية؟ الأمر المهم بهذا الجانب هو من خلال ما يتحول هاي المفاهيم إلى شيء تطبقه بحياتك اليومية. بمعنى أنه أنت لا ناخذ العلم هو كشيء مجرد فقط. يعني مثلا اليوم أكثر الشباب، وخلينا نكون واقعيين وحقيقيين، جميل، أنه هو يأخذ الشهادة عمود يتوظف. جميل. لكن هاي ما الغاية النهائية. نعم. هاي أبسط وظائف العلم، أنه أنت تلقي لك فرص عمل بالحياة. ولذلك في مفهوم الأسرة يبدع المفكر عبد الكريم بكار بمصطلح روعة. نعم. يقول أنه إحنا اليوم في زمن يجب أن نغرسه في أبنائنا، وهو الإنسان المرتحل. الإنسان المرتحل يعني إيش معنى الإنسان المرتحل؟ بالضبط. الإنسان المرتحل هو أنت ممكن تدرس في بلد وتعيش في بلد وتتوظف في بلد. جميل. هذا المفهوم الانتقالي اللي أنت ما يحصر العلم في مكان معين، بمجرد أن نغرس هاي المفاهيم في أسرنا راح نلقي أفراد قادرين أن يلقون فرص عمل في غاية السهولة والأهمية. ولهذا عشيدك أستاذ مصطفى، هذا الحقيقة المفهوم، مفهوم الإنسان المرتحل أو العلم المرتحل الذي قد يؤخذ في مكان وينتج في مكان ويوظف في مكان، حقيقة ذكرني بأيضا مقولة للمفكر الكبير مالك بن نبي رحمه الله. يقول نحن اليوم لا تشعر عندنا النخبة أنها اللحظة التي حصلت فيها على الشهادة العليا أو حتى على الشهادة الأولية، لا تشعر النخبة أنها الآن بدأ دورها. بالضبط. إنما تشعر النخبة عندما أخذت الشهادة أنها اكتفت والمسألة قد يعني تحصلت وتحققت، وبالتالي لا تشعر هذه النخبة أنها الآن ينبغي أن تبدأ بعملها وتبدأ بالضبط بنتاجها. بالضبط. هذا حقيقة أيضا يعيدني إلى ما يقوله الكاتب دكتور عبد التواب يوسف. نعم. يقول جئت إلى أحفادي في القاهرة وبيدي قطعة حلوى مغلفة، فوزعت على أحفادي كل واحد إلى قطعة قطعة. نعم. يقول إلا أحد أحفادي تربى في كندا لم يأخذ مني قطعة الحلوى. قلت له لماذا يا حفيدي؟ قال يا جدي
لقد ظننت أنك أتيتني بكتاب. ممتاز. أنك أتيتني بكتاب، فأنا أريد كتابا ولا أريد قطعة حلوى. حقيقة اليوم نحتاج كون القراءة مهمة هي جدا، مهمة جدا، وهي من أهم وسائل تحصيل العلم. أكيد مفتاح يعني العلم، مفتاح العلم بالضبط، القراءة مفتاح العلم. اليوم نحتاج إلى تفعيل حقيقة وغرس أهمية القراءة في نفوس أبنائنا. في عام 2003 في فرنسا لاحظ وزير الثقافة الفرنسي أن هناك انخفاض في منسوب القراءة. نعم. يعني وصلت النسبة تقريبا حسب ما تقول الدراسات هناك 50% إلى انخفاض منسوب القراءة. فما كان منه إلا أنه عمل مكان تجمع عام وأخذ الأدباء والمفكرين وأخذوا معهم الكتب وسموهم مهرجان جنون المطالعة. روح. هذه حقيقة تعيد المسألة إلى قضية القراءة والتفاعل مع القراءة وإلى أهمية القراءة في تحصيل العلم. أكيد. لهذا بعض الدراسات والإحصائيات تقول الذي يقرأ بمعدل 200 إلى 250 كلمة في الدقيقة يفكر بمقدار 5000 كلمة حقيقة في الدقيقة الواحدة. لذلك أستاذ مصطفى نحن اليوم بحاجة حقيقة إلى أيضاً تفعيل مهمة. الجانب القيمي للقراءة 100%. ولا ننسى أنه إحنا اليوم في زيادة كبيرة جدا من المعارف، ببعد أنه أنت اليوم إذا ما تطالع وإذا أنت تقف في نفس المكان راح تصبح مثل المياه الراكدة، أكثر تكون آسنة، أسرع لأنه هي تخرب، لأنه هناك المدخلات كثيرة. بالضبط. وبالتالي هذه بالضبط. المدخلات إذا لم تتفاعل معها وتتعامل معها تعامل يعني على الأقل لا أقول يعني يسد الموجود، لكن على الأقل يقارب الموجود حتى بالضبط. نحصل العلوم والمعارف ونصل إلى المرحلة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان الحضاري. أكيد. عاشيدك أستاذ مصطفى ولنا الملتقيات. شكرا. السلام. أحبتي المشاهدين الكرام، اليوم إذا أردنا أن نعيد المشهد الحضاري إلى الساحة الواقعية فلا بد أن نغرس الحركة العلمية في ذواتنا وفي ذوات الآخرين. نحن اليوم بحاجة إلى ساحة علمية تعيد المشهد مرة أخرى إلى العلوم والمعارف. لن نلتقي في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.